السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كان أبيدجان. نكسر القاعدة النهاردة ونبدأ بالمباركة لمنتخب اليد اللي قدر يفوز النهاردة في نهائي مبكر، لأن مصر وتونس هما الأقوى في القارة بالنسبة لكرة اليد. في مباراة قبل النهائي أو نصف النهائي منتخبنا قدر يفوز على تونس 30-25. مباراة كانت اللعيبة دخلها عارفة من الأول إنها ما ينفعش تروح وترجع، يعني داخلين بعد أول كام دقيقة 3-0 بدأ الفارق يحافظوا عليه بحيث إنه النتيجة ما تقلش. كانوا بيحسوا بالخطر النتيجة هترجع، لا يرجعوا تاني ويبعدوا المسافة في الأهداف علشان هم عارفين إن كرة اليد هدف بيضيع يرجع بهدف خلاص أنت بتقرب الدنيا، عارفين إنه أول هذه البطولة هو اللي هيروح الأولمبياد، فكان لازم إن هم يكسبوا النهاردة. هو أول خمس منتخبات بتوصل للنهائي لنهائيات كأس العالم، ولكن منتخب مصر عينه على البطولة، وإن شاء الله لقاء عربي يوم الحد يوم السبت عفوا في النهائي مع الجزائر بعد ما فازت النهاردة الجزائر على كاب فيردي. الأسماء طبعا كلها مشتركة ما بين اليد والقدم، بس هذه البطولة المقامة والنهائي هيتلعب يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله رجالتنا يقدروا يعملوا النتيجة المطلوبة ويفوزوا بهذه المباراة. نظريا إنه إحنا إن شاء الله نقدر وناخد المركز الأول اللي يودينا باريس على طول. شكرا لكل اللعيبة. يحيى الدرع النهاردة بيقدم مباراة حماسية، يعني يحيى الدرع ويحيى خالد وكل اللي وكريم هنداوي وعلي زين وعلي وكل اللعيبة. إحنا إن شاء الله واثقين إن أنتوا هتجيبوا التاسعة، زي ما واثقين ومتأكدين إن شاء الله إن منتخب مصر يرجع لنا إن شاء الله بالتم. في الملامح والوشوش مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. شوف المصري بالجمعين شمال